أتى يوم المواجهة، الجماهير تتوافد على الملعب، اللاعبون في قمة الحماس، الكل يترقب ماذا سيحدث. كونوا معنا على الموعد ولا تذهبوا بعيدا، بالتأكيد فريق النصر السعودي سيقابل نادي الاتحاد السعودي. سيداتي نساتي سادتي، هذه أرق تحية مني لكم أينما كنتم، أمسية سعيدة هنا والسهرة نريدها ممتعة مع متابعة سعيدة أيضا لهذا اللقاء. من كابينة التعليق سأتواجد معكم في التعليق على أحداث هذه المباراة، تحياتي محدثكم فارس عوض، ونلتقي هنا في مباراة منتظرة ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي. فريق النصر السعودي في مواجهة الاتحاد السعودي، الكل يتطلع لهذه المباراة نأمل بأن نشاهد لقاء مثير وأهداف عديدة، نريدها مباراة جميلة فيها كل المتعة ولا نريد أي شيء سلبي اليوم. ونستعرض الآن تشكيلة نادي النصر في مباراة اليوم. يعتمدون الرسم الخططي بشكل 4-5-1 الهجومي. التشكيلة اللي راح يلعب فيها الاتحاد في مباراة اليوم، الفريق راح يستخدم هذه الطريقة، هذه خطة 4-5-1 الهجومية. النصر واحد من أفضل الأندية السعودية، أول نادي آسيوي يشارك في كأس العالم للأندية، ولهذا يطلق عليه جماهير اللقب العالمي. أنتج العديد من الأسماء البارزة في تاريخ كرة القدم السعودية، منهم ماجد عبد الله بالإضافة إلى فهد الهريفي، حسن الجمعان، ويوسف خميس، وقائمة لا تنتهي من الأسماء المميزة والمهمة في الحقبة التاريخية للكرة السعودية والتي كانت تصاحبها الإنجازات والبطولات. ضربة البداية من عند النصر، يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز، الضرب تماما مفتوح أمام كريم بنزيما، حسام عوار، والكرة بتضيع من الفريق. أي رؤية، أي دقة، ماني، كريستيانو رونالدو، مستحيل تضيع إلا منك يا كريستيانو، كرة بتضيع من الدور في اللقطة الماضية. حسام عوار، كانتي، كانتي، كريم بنزيما، هجوم من الاتحاد، الكرة راحت من جانب النصر، عمل جميل لكنها لا تشكل خطورة على حارس المرمى وليتصدى بسهولة. ديابي، تغيير في الاستحواذ، حلوة الكرة، راحة كبيرة في التصدي هنا، بداية محاولة مع رونالدو،
سلطان الغنام. تدخل ممتاز هنا ويعترض الكرة. كريم بنزيما بيرغوين. ركنية وفرصة لكسر حالة التعادل بين الفريقين. الإعادة تؤكد بأن الكرة كانت قريبة من هز الشباك. موسى كرة تصل لبيرغوين. قرار سليم من الحكم بمن تسديدة خطيرة. التصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل. ركلة ركنية لمصلحة الاتحاد. ضربة ركنية تنفذ قصيرة. ضربة رأسية قوية. حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل. وبالتالي تنتهي إلى يد حارس المرمى. تماس لا من نصيب فريق النصر. ضربة حرة هنا لمصلحة فريق النصر. الكرة بتضيع من جانب النصر. ستيفن بيرغوين. كريم بنزيما. مر فيها بنزيما بعد كريم. ابعاد سيد الكرة في هذه اللحظات. حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. ركنية في المنتصف. لم تشكل أي خطورة. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول هنا صافرة النهاية. ندخل إلى شوط المباراة الثاني بأمل كبيرة بعد التعادل السلبي كان في شوط المباراة الأول. ستيفن بيرغوين. حسام عوار. يا سلام على التمريرة. موسى ديابي. كرة بتضيع كانت قريبة أمام المرمى. فرصة الهدف الأول في هذا اللقاء لم يكتب لها النجاح. التركيز مطلوب في مثل هذه الكرات. فابينيو. فابينيو. ستيفن بيرغوين. وينجح في اعتراضه للكرة. تمريرة بينية. السلام. هدف أول من الدون كريستيانو. رونالدو يعطي الفريق التقدم والأفضلية في هذا اللقاء.
نتابع الهدف مرة أخرى. تمريرة بينية رائعة، ما أن وصلت الكرة إلى رونالدو حتى أدرك الجميع ماذا سيحدث بعدها. تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، هدف رائع وإنهاء اعتدنا عليه. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف وبهذا التقدم. هدف الافتتاح اللي طال انتظاره، أول أهداف هذه المباراة يأتي في هذه اللحظات بعد شوط أول كان سلبي في النتيجة. كريم بنزيما، كانتي، ماني، والتصدي جيد هنا. ركنية تنفذ بشكل قصير، الخطورة واردة، مجهود مميز. العارضة تتصدى، تاكلينج مثالي. العارضة تتدخل في كرة أخيرة لتحافظ على استمرار الإثارة في هذا اللقاء. كرة كادت أن ممكن تشوف حكم المباراة يخرج الكرت الأحمر في هذه اللحظات. البحث كان عن العودة في النتيجة، لكن أتى الطرد لتصبح المهمة أصعب، وربما يرضى الفريق بالحفاظ على هذه النتيجة وعدم الخسارة بنتيجة أكبر. من الممكن أن تصبح الأمور أسوأ في قادم الدقائق. أصحاب الأرض هنا مشاهدينا يحاولون إهدار الوقت المتبقي في الدقائق الأخيرة من المباراة. هذا الأمر، يا الله، انظر إلى استغلال الكرات الثابتة بنجاح، حطها في المكان السلام. هنا إعادة الهدف، هنا تنفيذ الخطأ من مسافة بعيدة. ما كان في بال أحد بأن قادر على تسجيل من هذه المسافة، لكن نجح وفاجأ الجميع، وربما أكثر من تفاجأ كان حارس المرمى. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يا سلام على الاحتفاظ بالكرة. ستيفن بيرغوين، كرة في وضعية هجومية، رمية التماس للاتحاد. كما نشاهد استحواذ لم يكن نقطة قوة النصر في أرضية الملعب. أحياناً تتخلى عن الاستحواذ حتى تتمكن من تطبيق تكتيك معين يتيح لك الانتصار في مباريات معينة، وهذا ما يحدث هنا. ودائماً الأهداف هي المهمة والنتيجة النهائية وليس الاستحواذ في حد ذاته. كرة ضاعت من الاتحاد، حسام عوار، ستيفن بيرغوين. قرار سليم من الحكم بمنح الأفضلية لنادي الاتحاد. ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة فاصلة النهاية. ديابي، فابينيو، كرة خطيرة من فابينيو، راحت الكرة للأسف. ساديو ماني، كريستيانو رونالدو،
بيقراها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت مضاف. والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. نكرر دائما بأن التوقيت أهم شيء في تفادي الوقوع في التسلل. التسرع في التمريرة هنا كلف الفريق الفرصة. تغيير في صفوف النصر. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة. كريستيانو وتنطلق الآن الصافرة معلنة فوز النصر وتحقيقه للنقاط الكاملة. الفوز بفارق هدفين يعكس التفوق الواضح للفريق على منافسه اليوم في أرضية الملعب. 3 نقاط مستحقة وعن جدارة. مباراة كبيرة يقدمها كريستيانو رونالدو، الاسم المرعب دائما، هو ما أكد في لقاء اليوم بالعطاء الكبير اللي قدمه. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.